بيتفرج ايه؟ ممكن يموت يا ساتر والله العظيم. بيتعصب ويشتم و عصبي ها وانت بتتفرج على الماتشات. يعني فهمي بيقولوا عليه عصبي وبتاع، فهمي بيبقى عادي يهديني يقول لي يا ابني هنكسب، اهدى بس هنكسب. انت لازم تتفرج معايا يوم يعني ساعة عبد الله السعيد توتا نقول له اهدى، هو دلوقتي هدي اكيد وعبد الله حبيبنا وكل حاجه. طبعا مش راضي يقول اسم عبد الله، مش عايز يقول اسم، مش عايز والله. يا ابني والله يقول لي رقم 19، اقول له طب قول لي احنا نعرفه كويس، يقول لي لا. توتا متعصب جدا. ابقى اتفرج معايا يوم السبت عشان يهديك بقى، عشان لو في حاجه. لا وفهمي الصراحه مبدع جدا في الماتشات كمان.